زي ما احنا متفقين لن نضار احد ان شاء الله من هذا المحور الا وسيتم تعويضه. بعض الاماكن ممكن تضار وبعضها لا يضار، ولا احنا متفقين عليه، وطبقا لرؤيه الساكن احنا هننفذ رايه. واحنا قلنا برضو قبل كده ويمكن الحديث هكمله، ان فندم لو هو مش مخالف ان احنا طبعا بيبقى فيه اجراء، لو هو مخالف بيبقى له تعويض اجتماعي ولها اجراء، وكل حاله في التعويض الاجتماعي بتدرس بحالتها، وايضا لن يضار احد. ماشي، انا بتعامل مع الحي ومع المحافظه لان انا ما اعرفش السكان هنا ايه او الوضع ايه، وطبقا للي بيقولوا وبيطلعوا والشهادات اللي بتطلع من عنده انا بتصرف على اساسها، وده ما فيش فيه مشكله. المحور يا فندم 12 كيلو، ال 12 كيلو فيهم 7 كيلو ونص كباري، يمكن دي اقل مشكله موجوده حاليا، لكن في مشاكل اكتر قدام واحنا حاليا بنحصرها وشغالين فيها ومع السكان برضو ماشيين معاهم، بحيث ان مفيش حد يبقى مضار من اي شيء، وطبقا لربطه بنحققها له بما يعني لا ضرر ولا ضرر. فده ان شاء الله اللي هيتم باذن الله، وطبعا سعادتك برضو يعني الرقابه علينا سواء من علينا وعلى السكان او على المحافظه موجوده، ولا يعني مشكله في هذا الموضوع ان شاء الله.